بيكم في الشغلة بتاعتنا. اهلا بيكم في الشغلة بتاعتنا. النهارده اول فيديو لينا تحدي الاندومي. معايا انا انا يمنى وانا سراء. اسمه ايه ده؟ وانا عارفه ان التحدي عادي وكده، بس يعني يمنى ما بتحبش الشطه، واحنا قررنا ان احنا يعني هنعمل هنحط فيه شطه كتير وكده. و استنوا معانا تشوفوا تكمية الفيديو. دلوقتي معانا كل واحد 2، طبعا ماما هتزود لنا شطة عليها وهنعملها وهنرجع لكم تاني. دلوقتي عملنا الاندومي وهنحط البهارات، وهي الشطة كل واحد هيحط معلقة شطة بالحجم ده. هي الشطة واللي هيكسب ليه 100 جنيه. وطبعا معانا كوبايتين ميه، بس محدش هيشرب من اللي هيستسلم يعني. حطينا البهارات وهي 100 جنيه اللي هنكسبها. دلوقتي هنحط شطه. اعتقد كده كفايه يعني. حسب اللون اصلا من اول معلقه حرقت. هي حاميه فعلا. انا عارفه كده كده ان انا هكسب، لاني بحب اصلا الحامي. انت هتخسري كالعاده. ها وانا غيرت الطرحة عشان الدنيا حر وكده، ف هوا يعني. والله مش قادره. انت لحقتي تستسلمي؟ عارفه انا اصلا ما كملتش الطبق خالص. Thank you.
على اللي هو الاندومي اللي هي الكوري دي. بس هي كده تبقى احمر من دي، وانا طبعا مش عارفه. بس احنا اصلا مش عارفين هي بتتجاب منين، واحنا كنا عايزين نجيبوها بس ما لقيناش، فاحنا كنا هنطلبوها من عندنا. طبعا من كتر ما هي حامية انا اتحريت مش قادرة. انت تستسلم حاسة ان انا بقري طلعنا. استسلمتي وخلاص. خلاص كده عرفت مين اللي كسب. طبعا هي استسلمت، انا اخدت 100 جنيه في الاخر. وبس كده الفيديو خلص، ويا رب يكون عجبكم وتابعونا وشوفونا في الفيديوهات الجايه. متنسوش تعملونا لايك، ولو مش مشتركين تشتركوا عندنا. بس باي.